التاجر الشاطر هو اللي يعرف الجمل الصح. وازاي نعرف الجمل؟ عم سعيد كامل هيقول لنا. ازيك عم سعيد؟ ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. ايه مواصفات الجمل الصح؟ معظم الجمال السوداني دي بتخش على انها بلد تاكل في مصر، على انها وتطلع على انها بلد. نوعيه الاكل اللي بياكله بتاثر على اللحمه؟ طبعا. ازاي؟ بتزيد حلاوه اللحمه. بياكل ذره وبياكل كس وبرسيم وحاجات، الحاجات دي هي اللي بتغير مر على البيم عندنا وبتحسن من مستوى جوده اللحم. طيب ده بالنسبه للمرعى. كلمني بقى عن انواع الجمال. عندنا سوداني وصومالي ومغربي ومولد. ده انقرض ما بقاش موجود. ايه مواصفات المولد ده؟ لا المولد ده بيعتبر تربيه، ومن هو صغير يعرف صاحبه. كانت الاول موجوده ايام ما كان الفلاح بيشتغل عليها، دلوقتي ما عداش، لازم عند الفلاح، فانقرضت انواعها. ايه الفرق بين المغربي والسوداني؟ جوده لحم المغربي تفرق 10 جنيه كيلو عن السوداني. الجمال مثلا الحمراء اللي زي دي كويس، خلي بالك ده احمر، ده نوع اسمه نوع كناني. كويس. دي انواع زي ده مثلا كويس، ده يعتبر زي دنكلي، وفي برضه منها انواع فلوله. جمل بقى انت تكشف عليه بايديك ازاي مثلا؟ تعرف ايه من بقه؟ بالنظر. بتعرف سنه من بقه. ده سنتين. دول ما نزلوش اهو. ده يعتبر لحم صغير. كويس. اللي هو مثلا جمل زي ده كده كويس، الانواع دي بدها جمل. السن بيفرق في جوده اللحم؟ طبعا. اللي هو السن اللبانه بيفرق كيلو 10 جنيه، اللي كسر 4 بيتباع ب45، الصغير ب50، الكبير ب40. عايز اعرف الجمال وتربيتها، وانه انك تعرف انواعها، الخبره دي بتيجي بتيجي بالممارسه والممارسه بالممارسه. تربطين الجمل بالشكل ده ليه؟ ده علشان ما يجريش في السوق. اسمه عقال. انت بتربط الجمل بالشكل ده عشان ما يجريش؟ عشان ما يجريش. تمام. وعشان ينخ. عشان ينخ. ازاي تصاحب الجمل الانواع دي؟ لا بره عن المولد ما فيش حاجه، الجمال دي ما بتصاحبش بره عن المولد. النوع اللي انقرض اللي كان بربيه الفلاح اساسا الاول، البلدي، انتهى الكلام ده. دي جمال سوداني بتيجي على كده. جمل اهو يا ريس.